Imperial White Provoke، سكين قابل الطي من إنتاج شركة كولومبيا ريفر نايف أند تولز. في حالة الطي يكون سكين صغير الحجم ولا يلفت الأنظار إطلاقا، ولكن بالضغط على زر معين يفتح النصل ويصبح سكين في وضع القتال. الأداة تناسب راحة اليد بسهولة وأمان، وذلك بفضل تصميمها المميز. السكين مصنع من الكربون والكروم عالي الجودة، وله خصائص قطع ممتازة، وهو مقاوم للماء والأوساخ والكيماويات والتأكل والصدأ. طول السكين في حالة الاستخدام 184 ملم، أما في حالة الطي فيبلغ طوله 125 ملم فقط، وهو يزن حوالي 173 جرام. يمكنك شراء هذا السكين المدهش الآن بسعر 200 دولار. ديفندر رينج. تقدم الشركة الأمريكية ديفندر رينج مجموعة واسعة من الأكسسوارات للدفاع عن النفس. الجدير بالذكر أن تلك الخواتم لا تختلف عن الخواتم التقليدية من حيث المظهر، ولكن يكمن السر في السن المدبب والمخفي أسفل القطعة العليا من الخاتم. السن صغير جدا ولكنه حاد للغاية. يقدم المصنعون عدة موديلات مصنعة من مواد مختلفة كالفولاذ المقاوم للصدأ والذهب والفضة. القطعة العليا من الخاتم قابلة للتبديل، كما تتميز بأشكالها وتصميماتها المختلفة والأنيقة، لذلك فهي لا تعتبر مجرد اكسسوارات للدفاع عن النفس فقط، ولكنها تعتبر بمثابة مجوهرات فريدة من نوعها. يتراوح سعر الخاتم الواحد ما بين 59 و 139 دولار. The Defender. The Defender هو عبوة رادار حارق للدفاع عن النفس، ولكنه يزود المستخدم بمستوى حماية أعلى من أي عبوة رادار أخرى. فالعبوة مزودة بكاميرا مدمجة مهمتها التقاط صورة للمعتدي أثناء رشه بالرذاذ، وفي نفس الوقت يتم إرسال الصورة والموقع الجغرافي للحادثة إلى مركز الشرطة، وبالتالي يتمكن رجال الشرطة من العثور على المعتدي بسهولة وبسرعة. العبوة مزودة أيضا بزر خاص عند الضغط عليه تصدر صافرة انذار عالية للفت انذار المارة، وفي الوقت ذاته تخيف المعتدي وتجبره على الهرب. سايبر ريد مايتي ديسكريت. مايتي ديسكريت هي عبوة رادار حارق من إنتاج الشركة الأمريكية سايبر ريد. العبوة صغيرة الحجم، فهي أصغر بنسبة 40% من العبوات التقليدية الأخرى الموجودة في الأسواق، حتى أنه يمكن إخفاؤها في قبضة اليد بسهولة، وكذلك بالطبع يمكن الاحتفاظ بها في حقيبة اليد أو في الجيب. ومع ذلك فهي فعالة وتقدم لك مستوى عالي من الحماية، حيث تنتشر فعالية الرادار في مدى 4 أمتار، وتكفي العبوة الواحدة لاستخدام ل 16 مرة. كل ذلك يجعل مايتي ديسكريت واحدة من أكثر عبوات الرذاذ الحارق فعالية وملائمة للاستخدام. سعر العبوة 20 دولار. ناكس كي تشين اي دي سي. أداة للدفاع عن النفس عبارة عن خاتم غير تقليدي يمكن ارتداؤه في أي إصبع، ويعتبر بمثابة قبضة حديدية مصغرة تستخدم كسلاح للدفاع عن النفس في حالات الطوارئ. فهي تعزز قوة قبضتك وقادرة على إيلام المعتدي وإصابته في الوجه بقوة. الأداة صغيرة الحجم ما يمكنك من الاحتفاظ بها في جيبك، وهي لا تتسبب لمستخدمها في أي إزعاج في حال عدم الاستخدام. كذلك فهي مناسبة للارتداء كقطعة اكسسوار يومية غير اعتيادية. ميزة اخرى لتلك الاداة وهي امكانية استخدامها كفتاح الزجاجات. يزن الخاتم حوالي 56 جرام، وهو مصنوع من مادة الديورالومن القوية. يمكنك اختيار التصميم الذي تريد من بين العديد من التصميمات وبلونك المفضل ايضا. سعر الاداة 15 دولار. بيبر بول لايف لايت. من عيوب معظم وسائل الدفاع عن النفس الحديثة أنها صعبة الاستخدام وتحوي مخاطرة بالحياة. على سبيل المثال، لاستخدام الرذاذ الحارق بفعالية لابد أن يكون المعتدي على مسافة قريبة منك للغاية، فلابد أن تكون العبوة موجهة إلى وجهه مباشرة، لذلك فإن هذا المنتج هنا يعتبر استثناء. لايف لايت من إنتاج الشركة الأمريكية بيبر بول هو عبارة عن جهاز يطلق كرات خاصة تحوي
اكتراثات حارق. في حالة الطوارئ يحميك الجهاز من الخطر، وفي الوقت ذاته تكون على مسافة آمنة من المعتدي. من الخارج يبدو الجهاز وكأنه مصباح يدوي، وهو في الواقع يستخدم أيضا كمصباح يدوي بالفعل، ولكن في حالة الخطر يقوم المستخدم بالضغط على زر معين لإطلاق الكرات. والمدهش أنه يمكنك الإطلاق من على مسافة تصل إلى 18 متر، ولا تسبب القذيفة الألم للمعتدي فحسب، ولكنها تنكسر لتنتشر سحابة سامة في مدى 180 سنتيمتر في المحيط، ما يعني أنه ليس من الضروري إصابة الهدف مباشرة، فحتى لو أخطأت القذيفة فهي لا تزال قادرة على إرباكه. مسحوق الفلفل الحارق ليس مميتا، ولكنه يسبب عدم الراحة للمعتدي بشكل كبير. الجهاز مريح في الاستخدام، وهو صغير الحجم، ويمكنك الاحتفاظ به في صندوق التابلو بسيارتك دون إثارة أي شكوك. يمكنك شراء الجهاز الآن بسعر 300 دولار. CRKT Tactical Pen قلم تكتيكي من إنتاج شركة كولومبيا ريفر نايف أند تولز، يمكن استخدامه للكتابة كالأقلام التقليدية وفي الوقت ذاته كأداة للدفاع عن النفس. القلم مصنوع من الألومنيوم الذي يستخدم في صناعة الطائرات، وهو يعتبر خيارا ممتازا كأداة للدفاع عن النفس في المواقف الخطرة وفي حالات الطوارئ، فهو يساعدك على حماية نفسك ضد المعتدين. يزن القلم فقط 40 جرام، ويبلغ طوله 150 مليمتر، ويمكنك الحصول عليه الآن بسعر 65 دولار. رابر باند جان وسيلة بسيطة للدفاع عن النفس، وهي عبارة عن مسدس صغير لإطلاق الأربطة المطاطية بدلا من الطلقات البلاستيكية التقليدية. يزن المسدس حوالي 100 جرام، ويمكنك استخدامه كسلسلة مفاتيح أيضا. تحميل المسدس سهل للغاية، فقط قم بشد الرباط المطاطي ثم تثبيته بإحكام في الموضع الصحيح. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من وسائل ومنتجات الدفاع عن النفس التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.